أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي المنوع بعيدا عن السياسة. عثر فريق أعمال التنقيب في منطقة بلاطلار على مجموعة فسيفسائية تعود إلى ما قبل 1600 عام، ولتسليط الضوء على المخزون الأثري والتاريخي في المنطقة والذي يعود إلى الحقب الهلسنتية والرومانية والعثمانية، وفي خطوة الإكساب المجموعة الفسيفسائية للسياحة التركية، فقد قررت السلطات المعنية عرضها أمام زوار المنطقة الأثرية عند انتهاء أعمال الترميم فيها. طور المهندس الميكانيكي العراقي حسين عبد الوهاب نموذجا أوليا لجهاز يستشعر حدوث الزلازل قبل 3 دقائق من وقوعها، ويمكن وضع الجهاز داخل كل مبنى، وبهذه الطريقة يمكن إبلاغ الأشخاص الذين يعيشون في المبنى بالزلزال ويمكن إخلاء منازلهم. ويعرض عبد الوهاب جهاز الاستشعار في احتفال تكنوفيست البحر الأسود عام 2022 بتكنولوجيا الطيران والفضاء بولاية سامسون التركية. وأضاف المهندس العراقي أن هذا الجهاز حصل على كثير من الدرجات العلمية في بلده، وهذه المرة الأولى التي يعرضه خارج العراق. انطلقت في ولاية سامسون التركية أعمال احتفاء تكنوفيست البحر الأسود عام 2022 لتكنولوجيا الطيران والفضاء. هذا الاحتفال الذي يقيمه وقف فرق التكنولوجيا التركي بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا يشهد منافسات في مجال التكنولوجيا، هذا فضلاً عن أعمال ترفيهية أخرى على صلة بالفضاء والتكنولوجيا الحديثة. ويعد تكنوفيست أكبر تجمع في العالم في مجال تكنولوجيا الطيران والفضاء، ووسيلة مهمة لاكتشاف مواهب الشباب وعرض ابتكاراتهم التكنولوجية. شهدت مدينة الثقافة التونسية افتتاح المتحف الوطني للفن الحديث بإشراف رئيسة الحكومة التونسية نجلة بودن ووزيرة الثقافة. هذا ويضم المتحف نحو 400 عمل فني تونسي يجمع بين فن الرسم والفنون الأخرى كالنحت والخزف والنسيج، فضلاً عن الصور الفوتوغرافية والحفر ومختلف تعبيرات الفن المعاصر. طور الشقيقان التركيان إلهان وإسماعيل يايالجي مركبة برمائية يمكن استخدامها في البحر والبحيرات ومسكنا جاهزا أيضا في البر، وبعد جهود حثيثة واختبارات بات من الممكن استخدام هذه المركبة على شكل يخت جميل يضم وسائل الراحة اللازمة للرحلات البرية والبحرية. تهدف شركة بريطانية لإنتاج فئة جديدة من المواد من شأنها أن تستعيض عن الأحذية الرياضية التقليدية بأخرى متينة وقابلة للتحلل البيولوجي. الحذاء الطبيعي مصنوع من البكتيريا التي تنتج نانو سيلولوز طبيعياً، ويمكن تعديلها وراثياً للصبغ الذاتي أيضاً، ويشكل الحذاء عن طريق استخدام تقنيات الأحذية التقليدية.
عثر خبراء الآثار الأتراك في مدينة نيس التاريخية بولاية أيدن على نقوش قديمة تعود إلى أكثر من 1800 عام. وأفاد الباحث سردار هاكان رئيس جمعية التنقيب عن الآثار في الولاية أنه في أثناء عمل الحفر عثر على نقوش قديمة كتبت على حجرين يبلغ ارتفاعهما نحو متر ونصف متر. وأضاف أن المنطقة التي عثر فيها على النقوش سبق أن وجد فيها 10 نقوش حجرية أخرى. أنجزا طبيبان تركيان نحو 50 عملية جراحية لمعالجة إعتام عدسة العين في أثناء زيارة لهما إلى مدينة تل أبيض في شمال سوريا استمرت 3 أيام. وأجريت العمليات برعاية مديرية الصحة في ولاية أورفا في جنوب تركيا، والتي ذكرت أن برنامج عمليات عدسة العين سيستمر، وفي المرحلة المقبلة سيجري أطباء أتراك عمليات لـ60 مريضا في المدينة المذكورة. بدافع الحنين إلى الماضي والأنس بذكريات الأجداد، يقبل كثير من المواطنين والمقيمين في الدوحة على زيارة بيت الشاب القطري منصور الرويلي، والذي حول مجلسه إلى متحف لمحبي القطع النادرة. بدأ شغف الرويلي في عمر 9 بـ3 عملات ورقية قديمة أهداها له والده بغرض تشجيعه على تجميع المقتنيات الأثرية ذات القيمة المعنوية والتاريخية. مجلس الروالي يغص بأنواع مختلفة من الألكترونيات وأجهزة المذياع والهواتف القديمة والألعاب التي سادت دهراً ثم انزوت بفعل حركة التطور. تزين متحف الروالي من أرضيته إلى سقفه بأشكال مختلفة من دلال القهوة يرجع بعضها إلى العصر العثماني، وتعبر عن ضيافة المجالس العربية التي لا تخلو من أكواب القهوة العربية الأصيلة. تشمل جنبات المتحف كذلك صوراً وأدوات منزلية وموسيقية ومباخر قديمة تأخذك لحياة الأجداد، إضافة إلى عملات وطوابع بريدية تنتمي لأكثر من 160 دولة، منها عربية وخليجية تعود لآخر 4 عقود. ويضم المتحف نحو 1000 دلة بجانب المستلزمات الأخرى المستخدمة في إعداد القهوة كأدوات التحميص وغيرها، فضلاً عن التحف الفنية القديمة وأنواع مختلفة لكاميرات التصوير النادرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة من حلقات الأمراض التي تخص العظام. كثير من الناس اللي بيترددوا على عيادة العظام بيجيب شكوى، والله جسمي كله أو عضلات جسمي كلها بتنقح علي، أو حاسس والله عظمي كله بضرب علي، يعني جسمه بالكامل. مفاصلي يا دكتور والله بتألمني، مفاصل إيدي رجلي راسي رقبتي أسفل ظهري. لما يجيني مريض بالشكل هذا على طول مباشرة أنا بأشك أنه يكون عنده نقص في فيتامين دال، وأيضا كمان ممكن يكون عنده نقص في فيتامين B12. طيب هالأشياء هذه كيف بنعرف؟ على طول مباشرة بنعمل تحليل بنجد أنه مثلا نقص في فيتامين دال. طيب ما هو العلاج؟ يعني في أكل أو مأكولات كثيرة فيها فيتامين دال، لكن هل هو يصل إلى الكمية الكافية لأجل أنه والله يعوض تعويض المريض بحيث أنه يتماثل إلى الشفاء؟ أنا بقولكم ما زال لحد الآن لا يصل إلى مستوى الشمس الطبيعية، خاصة في بداية النهار اللي هي موجود فيها ما يسمى بالألترا فيولت ريز، اللي هو أشعة فوق البنفسجية أو الأشعة اللي فوق البنفسجية اللي على طول مباشرة تسقط مباشر على الجلد وبتحفز فيتامين دال الغير نشط اللي موجود تحت الجلد بحيث يبدأ نشط، ومن ثم يدخل في عملية أيض الكالسيوم، أي الاستفادة من كميات الكالسيوم اللي موجودة في داخل الجسم، بحيث والله لأنه الكالسيوم مهم للعضلات والعظام والأعصاب. عشان هيك المريض بيجيني بيقول لي والله ما جسمي كله حاسه بألمني، عضلاتي كلها بتنجح علي، عظمي كله حاسه أنه في ألم، مفاصلي كلها بتضايقني. ليش؟ لأنه إيش بيخش في كل هالأشياء هذه في العضلات والعظام والأعصاب. فلذلك الحل المباشر تعرض المريض إلى الشمس، وخاصة الشمس الصباحية إلى الساعة 12 الظهر، لأنه بعدها لن يستفيد من أشعة الشمس. طيب لنفترض المريض بتعرضش، وغالب الناس للأسف الشديد بتظل من الساعة 7 الصبح في العمل إلى الساعة 7 مساء. طب شو الحل؟ الحل انه نعطيه دواء اللي هو ما يسمى بفيتامين دي 3، هذا هو في الحبوب وفي الأمبولات او الابر. الابر ممكن انه ياخذها في العضل وممكن انه يكسرها ويشربها. طبعا الجرعه الاوليه لما يكون عنده نقص في فيتامين دال، الجرعات الاوليه عباره عن 6 ابر، كل اسبوعين بضرب ابره في العضل. هذا أولا. ومن ثم بعد الثلاث شهور الأولى من العلاج وأخذ الدواء بصير كل شهر ياخد أمبول، تمام. وبالنسبة لفيتامين B12 أيضا يعوض بالأمبولات B12 أو فيتامينات B المركبة، سواء B1 B6 B12، هذه كلها مهمة وخاصة للأعصاب. فلذلك تعطى في العضل كل يوم أو كل يومين فترة أسبوعين أو 3 أسابيع إلى أن يتماثل المريض إلى الشفاء. وجزاكم الله كل خير.